بالنسبة للدراسات البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة صلاح الدين، طبعا تعرفون الدراسة دراسة مجانية مفتوحة لكل الطلبة في الإقليم وحتى خارج الإقليم كانوا موجودين الطلبة، خاصة في كليتنا وفي كليات الأخرى حسب علمي. هناك طلبة دوليين أيضا يداومون في مرحلة البكالوريوس، وأما في مرحلة الدراسات العليا ماجستير والدكتوراه أيضا نرحب بالطلاب الدوليين يعني يكملون دراسات العليا في كلياتنا وفي الأقسام المتخصصة، وخاصة في الاختصاصات اللي كان موجودة في كليات جامعة صلاح الدين وما موجودة ربما في جامعات أخرى، وخاصة في مجال الدراسات الكردية، اللغة والأدب والتاريخ والتراث الكردي المتعلق بكليتنا كلية الآداب المكون من ثمان أقسام. وعندنا في الدراسات العليا في كلية الآداب منذ ثمانينيات القرن الماضي عندنا دراسات عليا ماجستير، ومن ثم في التسعينيات دكتوراه كان موجود. والطلبة يعني يقبلون في كلية الآداب وفي أقسام العلمية حسب المواصفات المطلوبة وحسب التعليمات الموجودة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم. في كليتنا طبعا كليتنا كلية الآداب تابعة لجامعة صلاح الدين، لدينا ثمانية أقسام: قسم التاريخ، قسم جغرافيا، قسم علم الاجتماع، قسم علم النفس، قسم العمل الاجتماعي، قسم الآثار، وأقسام أخرى، ثمانية أقسام. طبيعي سنويا حوالي 1000 طالب عندنا نستقبلهم سنويا لإكمال دراستهم أو لدراسة البكالوريوس. نعم، وهاي الأربع سنوات عندنا حوالي 500 طالب في دراسات عليا في أقسام مختلفة. وطبيعي دراسات العليا يتكون من دبلوم وماجستير ودكتوراه،